يسعد مساكم مستمعيني، تحياتي لكم وين ما كنتم، مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. أرحب فيكم في ساعتنا الثالثة، أولى ساعة المساء وآخر ساعات برنامج عيشها صح، طبعا كل ثلاثاء برعاية المركز الطبي الدولي فقرة عافيتك بضيف جديد. واسمحوا لي أرحب بضيفي في الاستوديو دكتور عماد صقر، استشاري طب النساء والتوليد والأورام النسائية. يسعد مساك دكتور. مساء الخير أستاذ أمير والمستمعين جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. موضوعنا اليوم دقيق، وأعتقد أنه كل ست، ومو بس كل ست، يمكن كل رجل لازم يكون مطلع عليه، لأنه زي ما أنتم الدكاترة علمتونا أنه دايما الوقاية خير من العلاج. فتخصص الأورام النسائية دكتور، إيش هي الأمراض اللي يعالجها؟ بداية إيش هو تخصص الأورام النسائية؟ تخصص الأورام النسائية هو تخصص دقيق من طب النساء والتوليد. نعم. طبعا بعد ما يخلص الاستشاري دراسة والبورد في الطب النساء والتوليد يتخصص تخصص دقيق في الأورام النسائية. نعم. هذا الطب يعني بجميع الأمراض التي تصيب الأعضاء التناسلية عند المرأة. نعم. بما فيها الأعضاء النسائية الخارجية، المهبل، عنق الرحم، الرحم، قنوات فالوب والمبيضين. لما نقول نعني بعلاج هذه الأمراض ليس فقط علاج الأورام، لكن علاجها والكشف المبكر عنها والوقاية منها أيضا كمان. إيش ممكن تكون دكتور الأمراض اللي يعالجها هذا التخصص؟ كل الأمراض اللي متعلقة بالجهاز التناسلي زي ما حضرتك تفضلت. طبعا التخصص هذا من البداية يعني بالوقاية. نعم. بعد كذا الكشف المبكر، وبعد كذا علاج الأورام. الأورام طبعا ممكن تكون أورام خبيثة أو أورام حميدة، قد تصيب المرأة في جميع هذه الأعضاء التي ذكرناها، اللي هي الرحم، عنق الرحم، المهبل، والأعضاء التناسلية الخارجية. العلاج يشمل علاج تشخيصي، علاج جراحي، وبعد كذا علاجات ما بعد الجراحة إذا كان في المتابعة. هل يجب على المرأة المراجعة الدورية للكشف المبكر عن هذه الأورام؟ وبداية اسمح لي دكتور أوضح مين هي المرأة، يعني مثلا نتكلم عن عمر معين، هل إحنا نتكلم عن متزوجة، عن بنت، عن خلينا نوضح أكثر كتلما، يعني مين هي المرأة اللي لازم تكشف، وهل لازم ولا لا؟ حيكون في تعقيد شوية في الشرح التفصيلي، لكن بشكل عام أي امرأة يجب أن تكشف بشكل دوري عند طبيب عام، طبيب أسرة مثلا. نعم. بشكل سنوي. بعض النساء في مرحلة معينة من عمرهم يحتاجوا إلى تخصص أدق للكشف المبكر، فمثلا لكل ورم منهم حالة خاصة. فلو جينا مثلا عند أورام الثدي، وأعتقد أورام الثدي ما هي من مجالات الطب النساء الطب الأورام النسائية، لكن مثلا طب الأورام الثدي يجري الكشف عنها بعد سن 40 بشكل عام. بالنسبة للأورام النسائية أهم شيء عندنا اللي هو أورام عنق الرحم. نبدأ إحنا بالكشف المبكر عن أورام عنق الرحم من بعد سن الزواج. في الغرب حطوا سن 21، لكن عندنا في مجتمعنا من بعد سن الزواج كل 3 سنوات يجب على المرأة مراجعة طبيب نساء والولادة لإجراء مسح عنق الرحم. هذه تعتبر كشف مبكر لسرطان عنق الرحم، هذا بالنسبة فقط لعنق الرحم. بالنسبة لبقية الأورام لا يوجد آلية للكشف الدوري، أنه لابد المرأة تتابع بشكل دوري عشانها إلا في حالات خاصة. فمثلا من كان لديه مثلا تاريخ مرضي في العائلة، وراثي. نعم. لبعض أنواع السرطانات منها المبيض مثلا أو الرحم، هذول فئة خاصة تحتاج أنها تتابع بشكل دوري أحيانا كل 6 أشهر. فكل حالة لها وضع استثناءات. خاص، استثناءات كيف ممكن نتابعها. طيب إيش الأعراض يا دكتور اللي لو المرأة حست فيها على طول لازم تزور طبيبها وتطمن على نفسها؟ بشكل عام احنا دائما ننصح السيدات انه اي حاجه انت حاساها غير طبيعيه لازم تلجئ لطبيبك وتسالي عنها، هل هي طبيعيه او لا. الام مثلا. بالنسبه للاورام اكثر حاجه يعني تكون يعني لازم المريضه تروح تشوف طبيبها اذا كان في نزف او دم غير طبيعي. اي حاجه خارج نطاق الدوره الشهريه، سواء كان دم بين الدورات، دم اغزر من الطبيعي، دم بعد الجماع، وهم واحد فيهم إن هو دم يكون بعد فترة انقطاع الطمث أو بعد سن. أيوه. بعد ما تنقطع الدورة يجي دم مرة تانية، هذه تكون يعني فعلا علامة محذرة. نعم. إنه في مشكلة. واحدة منهم هذه هي اللي هي النزف غير الطبيعي، إذا حست ألام في البطن غير طبيعية، أو إذا حست مثلا في انتفاخ في البطن أو تورمات معينة في مكان في الجسم، أماكن الغدد اللمفاوية مثلا،
كل هذه تكون مؤشرات أحيانا لا سمح الله إلى وجود ورم أو وجود ورم مبكر. هنا تزور طبيبها على طول وتطمن. تزور طبيبها، تشكيله من اللي عندها، حيتم إجراء فحص أحيانا بعض الأشعات والتحاليل للكشف المبكر عن الأشياء هذه. سرطان عنق الرحم دكتور، إحنا كثير نسمع عن المسحة والكشف المبكر اللي حضرتك تفضلت فيه، في ناس شوي عندها رعب من هذا الموضوع، عندها فوبيا، يعني إيش هذه المسحة وكيف تنعمل؟ هل الموضوع يخوف زي ما إحنا نسمع من برا ولا أبسط مما نعتقد؟ نهائيا الموضوع بسيط جدا. المسحة عنق الرحم هذه يجريها طبيب النساء، وهذه جزء من أنواع الفحص الطبيعي، غير مؤلمة نهائيا، ما فيها أخذ عينة من الجسم كخزعة أو كذا، هي فقط مسحة بسيطة تعمل أثناء الكشف السريري للمنطقة التناسلية عند المرأة. تقوم الطبيبة أو الطبيب بأخذ جهاز زي الممسحة الصغيرة، فقط يمسح في عنق الرحم لأخذ بعض الخلايا من عنق الرحم وتحليلها. طبعا غير مؤلم نهائيا، لا يسبب نزيف، ما في أي مشاكل. بعد كذا الخلايا هذه تؤخذ إلى المختبر، تحلل ويجي فيها تقرير هل فيها لا سمح الله التهابات، هل فيها عدوى فيروسية، هل فيها أي مشاكل في عنق الرحم. فهي طبعا من أنجح الوسائل في تاريخ الطب بشكل عام للكشف المبكر على الأورام. طبعا بدأت التقنية هذه من أكثر من 50 سنة، وتعتبر إلى يومنا هذا هي أنجح تقنية للكشف المبكر عن أي ورم عند الإنسان. دقيقة جدا جدا حساسيتها عالية للكشف على الأورام في عنق الرحم. إذا دكتور يعني لا سمح الله أصيبت السيدة بسرطان عنق الرحم، وارجع أقول لك دكتور هذا موضوع مرعب جدا يمكن للستات، هل معنى هذا الكلام أنه ما راح نلاقي علاج؟ بالعكس تماما. طبعا أولا إحنا ترى ما نحب نقول كلمة سرطان، إحنا دائما نسميها أورام. الأورام تتحمل كل شيء، وحتى وقعها أخف على الأذان من كلمة سرطان. فإذا لا قدر الله وإن أصيبت المرأة بالورم، خصوصا أورام عنق الرحم، أورام عنق الرحم طبعا عدة مراحل، والحمد لله أنه الطب يعني بإذن الله قادر أنه حتى لو كان الورم في المرحلة الرابعة برضه ممكن يكون في شفاء منها بإذن الله. طبعا كل ما كان اكتشافنا للورم مبكر في المرحلة الأولى والثانية، الشفاء موجود بإذن الله بنسبة عالية جدا تفوق 90%. حتى لو اكتشف الورم في المرحلة الثالثة والرابعة برضه مع العلاج هناك يعني إن شاء الله نسبة كبيرة جدا من الشفاء في الأورام هذه الخاصة بعنق الرحم. طبعا بالمرحلة الأولى كل ما كان مبكر أكثر، كل ما كان علاجه أسهل، أحيانا يكون علاجه جراحيا فقط وما يحتاج أي حاجة تانية. في المراحل المتقدمة من الثانية والثالثة والرابعة لا، هنحتاج إلى عادة ما نلجأ للجراحة، نرجع لعلاج إشعاعي نسميه، بالمساعدة مع العلاجات الكيماوية أيضا، أو بإذن الله فيه منها شفاء. يعني الكلام مبشر يا دكتور، أنت كذا بتطمن كل مستمع تسمعك. هو مبشر، لكن أفضل كل ما كان نكتشفه مبكر. طبعا إحنا دائما نبدأ، ما هو فقط أنت الآن نتكلم في العلاج، إحنا نتكلم لا كمان في الوقاية، نبغى وقاية. صح، إذا تخطينا مرحلة الوقاية نلجأ إلى الكشف المبكر، وإذا تخطينا المرحلة وقدر الله وأصبنا بهذه الأورام نعالج بدري، نكتشفها بدري ونعالجها بدري قد ما نقدر بإذن الله. باقي الأورام النسائية دكتور، أورام الرحم، أورام المبيض، هل في طرق للوقاية أو للكشف المبكر؟ طبعا بقية الأورام خصوصا المبيضين والرحم ما نقدر نعمم طرقها على جميع النساء، ما هو زي أورام عنق الرحم والمسحة النسائية. لو أخذنا كل واحد على حدة، مثلا أورام الرحم، أورام الرحم عادة تصيب فئة معينة اللي عندهم طفرة في إنتاج الإستروجين، هرمون الإستروجين في الجسم، عادة تكون عند أي أحد يأخذ علاج خارجي إستروجين بدون إشراف طبي، أو تكون عند ناس عندهم أورام ثانية في الجسم تفرز هرمون الإستروجين، أو أنه أحد يعالج من ورم ثاني مثلا في الثدي ويأخذ علاج ثاني يزيد نسبة الإستروجين في الجسم، أو السمنة، وهذا شيء منتشر عندنا بشكل كثير. طبعا السمنة فائض، أحيانا الشحم الزائد في الجسم يتحول إلى نوع من أنواع الإستروجين لها تأثير على الرحم، فكل ما زدنا الإستروجين في الجسم يحصل تفاعلات في بطانة الرحم تؤدي إلى خلل يؤدي إلى الأورام. طبعا هناك حاجة ما قبل الأورام ممكن نكتشفها، فعادة تجي عند السيدات يكون عندها خلل في الدورة، أو يكون عندها نصف ما بعد
فترة انقطاع الطمث. إذا حصل هذا مؤشر مبكر أنه عندنا مشكلة. فتروح للطبيب وتقول أنا عندي مشكلة، بيأخذ منها خزعة، الآن ما هي مسحة، بتكون خزعة من بطانة الرحم، بنكتشف فيها هل في تغيرات إذا لم تعالج هل ممكن تؤدي إلى أورام خبيثة أو لا. إذا كان موجود في منها علاج ويستأصل الرحم فورا وتخلص. طبعا إذا كانت ما زالت في سن الإنجاب في علاجات أخرى غير الاستئصال كمان. كمان هذا كلام مبشر. بالضبط. وأورام الرحم من أفضل الأورام اللي موجود فيها علاج نهائي بإذن الله إذا اكتشفت في مرحلة مبكرة في المرحلة الأولى. فعشان كده هذا بالنسبة لأورام الرحم، أي واحدة تأخذ علاجات بدون إشراف طبي لازم تلجأ للطبيب عشان تشوف العلاجات هذه تؤثر على الرحم أو لا. أي واحدة عندها دم غير طبيعي تلجأ بشكل مبكر. السمنة يجب أنه الواحدة تنتبه أنه ما يكون في سمنة مفرطة. ونحاول قد ما نقدر أنه نحافظ على الوزن، نحافظ على الرياضة، نحافظ أنه يكون كل ما كان جسمنا صحي كل ما كان أقل الإصابة بسرطانات الرحم. بالنسبة للمبيض وضع مختلف تماما. المبيض للأسف ما له مؤشرات مبكرة عشان الواحد يقدر يكتشف عنده ورم فيه أو لا. فعشان كده ما في حاجة اسمها كشف مبكر عن سرطان المبيض أو ورم المبيض. عادة أورام المبيض أغلبيتها لما تجي للأسف في مرحلة متأخرة لأنه ما لها أعراض كثيرة تكتشف مبكرا زي النزف الغير الطبيعي. عادة لا سمح الله لو قدر أن واحدة تصاب بأورام المبيض أول شيء بيكون أنه انتفاخ في البطن أو تغير مثلا في الوزن، هذا بيكون غالبا في المرحلة المتقدمة. عادة يكون زيادة في البداية بعدين نقصان، هذا بيكون مرحلة متقدمة، بنتكلم إحنا عن المرحلة الثالثة أو الرابعة، وعلاجه بيكون صعب جدا وعادة نسبة الشفاء منه تكون قليلة. فالناس اللي عندهم قابلية وراثية أو معروف أنه عندهم في العائلة في أكثر من واحدة أصيبت في سن مبكر بهذه الأورام، هذول هم معرضين أكثر ويلجأوا للكشف المبكر. كشف مبكر بيكون بإجراء فحص عند الطبيب، أحيانا بنعمل فحص للدم لمؤشرات الأورام، وبنعمل أشعة صوتية عشان نشوف المبيضين هل عليهم أي تكيسات أو أي أورام. هذول فقط هم الناس اللي ممكن يلجأوا الكشف مبكر عن أورام المبيض، لكن ما هو لأي أحد ما عنده أي تاريخ. باقي الأورام النسائية دكتور، أورام الرحم، أورام المبيض، هل في طرق للوقاية أو للكشف المبكر؟ طبعاً بقية الأورام خصوصاً المبيضين والرحم ما نقدر نعمم طرقها على جميع النساء، ما هو زي أورام عنق الرحم والمسحة النسائية. لو أخذنا كل واحدة على حدة مثلاً أورام الرحم، أورام الرحم عادة تصيب فئة معينة اللي عندهم طفرة في إنتاج الإستروجين، هرمون الإستروجين في الجسم. عادة تكون عند أي أحد يأخذ علاج خارجي إستروجين بدون إشراف طبي، أو تكون عند ناس عندهم أورام ثانية في الجسم تفرز هرمون الأستروجين، أو أنه أحد يعالج من ورم ثاني مثلا في الثدي ويأخذ علاج ثاني يزيد نسبة الأستروجين في الجسم. أو السمنة، وهذا شيء منتشر عندنا بشكل كثير. طبعا السمنة فائض، أحيانا الشحم الزائد في الجسم يتحول إلى نوع من أنواع الأستروجين لها تأثير على الرحم، فكل ما زدنا الأستروجين في الجسم يحصل تفاعلات في بطانة الرحم تؤدي إلى خلل يؤدي إلى الأورام. طبعا هناك حاجة ما قبل الأورام ممكن نكتشفها، فعادة تجي عند السيدات يكون عندها خلل في الدورة أو يكون عندها نصف ما بعد فترة انقطاع الطمث. إذا حصل هذا مؤشر مبكر أنه عندنا مشكلة. فتروح للطبيب وتقول أنا عندي مشكلة، بيأخذ منها خزعة، الآن ما هي مسحة، بتكون خزعة من بطانة الرحم، بنكتشف فيها هل في تغيرات إذا لم تعالج هل ممكن تؤدي إلى أورام خبيثة أو لا. إذا كان موجود في منها علاج ويستأصل الرحم فورا وتخلص. طبعا إذا كانت ما زالت في سن الإنجاب في علاجات أخرى غير الاستئصال كمان. كمان هذا كلام مبشر. بالضبط. وأورام الرحم من أفضل الأورام اللي موجود فيها علاج نهائي بإذن الله إذا اكتشفت في مرحلة مبكرة في المرحلة الأولى. فعشان كده هذا بالنسبة لأورام الرحم، أي واحدة تأخذ علاجات بدون إشراف طبي لازم تلجأ للطبيب عشان تشوف العلاجات هذه تؤثر على الرحم أو لا. أي واحدة عندها دم غير طبيعي تلجأ بشكل مبكر. السمنة يجب أنه الواحدة تنتبه أنه ما يكون في سمنة مفرطة. ونحاول قد ما نقدر أنه نحافظ على الوزن، نحافظ على الرياضة، نحافظ أنه يكون كل ما كان
جسمنا صحي كل ما كان أقل الإصابة بسرطانات الرحم. بالنسبة للمبيض وضع مختلف تماما. المبيض للأسف ما له مؤشرات مبكرة عشان واحد يقدر يكتشف عنده ورم فيه أو لا. فعشان كده ما في حاجة اسمها كشف مبكر عن سرطان المبيض أو ورم المبيض. عادة أورام المبيض أغلبيتها لما تجي للأسف في مرحلة متأخرة لأنه ما لها أعراض كثيرة تكتشف مبكرا زي النزف الغير الطبيعي. عادة لا سمح الله لو قدر أن واحدة تصاب بأورام المبيض أول شيء بيكون أنه انتفاخ في البطن أو تغير مثلا في الوزن، هذا بيكون غالبا في المرحلة المتقدمة. عادة يكون زيادة في البداية بعدين نقصان، هذا بيكون مرحلة متقدمة، بنتكلم إحنا عن المرحلة الثالثة أو الرابعة، وعلاجه بيكون صعب جدا وعادة نسبة الشفاء منه تكون قليلة. فالناس اللي عندهم قابلية وراثية أو معروف أنه عندهم في العائلة في أكثر من واحدة أصيبت في سن مبكر بهذه الأورام، هذول هم معرضين أكثر ويلجأوا للكشف المبكر. كشف مبكر بيكون بإجراء فحص عند الطبيب، أحيانا بنعمل فحص للدم لمؤشرات الأورام، وبنعمل أشعة صوتية عشان نشوف المبيضين هل عليهم أي تكيسات أو أي أورام. هذول فقط هم الناس اللي ممكن يلجأوا الكشف المبكر عن أورام المبيض، لكن ما هو لأي أحد ما عنده أي تاريخ وراثي. فئة محددة؟ فئة محددة اللي عندها إما اعتلالات جينية في العائلة أو عندهم تاريخ وراثي في العائلة. طيب إيش أسباب حدوث هذه الأورام يا دكتور؟ أكيد كلنا يعني في نهاية حلقتنا عندنا نفس التساؤل، يا ترى إيش اللي ممكن يودينا هنا؟ هل الوراثة ولا ممكن يكون في أسباب ثانية؟ لكل ورم في أسباب توصل لها الطب وحب في أشياء ما توصل لها العلم إلى الآن. يعني مثلا في الأورام النسائية، أورام عنق الرحم سببها هو الفيروس البشري الحليمي أو HPV. فإذا قدرنا أنه نمنع الإصابة بهذا الفيروس بإذن الله حنمنع الإصابة بأورام عنق الرحم. بالنسبة للرحم والمبيضين أغلب أسبابها غير معروفة، يعني مو شرط أن يكون في تاريخ عائلي أو اعتلال جينات، لكن ممكن تكون راندوم حصلت بشكل عشوائي وأصيبت. طبعا جسم الإنسان على مستوى الجينات في عدة أجسام مضادة للسرطان، هذه تعمل بشكل من يوم ولادة الإنسان حتى وفاته، تعمل بشكل تمنع الجسم من حصول طفرات سرطانية. إذا حصل فيها أي اعتلال أو أي اختلال ينشأ الأورام الخبيثة. فبعض الأورام هذه منها فيها معروف أنه فيها اعتلال وراثي، لكن أغلبها مو معروف. بالنسبة لأورام الرحم وبطانة الرحم، السمنة لها الدور الأول، فرط الأستروجين له الدور الأول، فعشان كذا هذه من الأشياء اللي احنا نقدر نتحاشاها وإن شاء الله نبعد عنها إذا حافظنا على نمط حياة صحي جدا في هذه الأشياء. واحدة من الرسائل دكتور، واحد بيتكلم عن أخوه أنه عدى بتجربة كانسر، فيقول أكثر نصيحة سمعتها من أطبائه أنه انتبه على نفسيتك لأنه هي رح تساعدك في العلاج. فهو بيسأل هل هذا الكلام صح فعلا طبيا يعني، ولا بس كلام إحنا بنردده عشان الحالات اللي تخص الناس اللي نحبهم ما يتعبون، ولا هو فعلا حقيقي؟ النفسية طبعا كويسة في أي علاج. لما إحنا نيجي لأي مريض نقول له أنه أنت شخصت بمرض خبيث، ما هي سهلة أن توصل معلومة هذا الأي صح وقعها. طبعا هذه أشياء تعتمد على مهارة الطبيب كيف يقدر يوصل المعلومة هذه للمريض بشكل يتقبله. في ردة فعل طبيعية معروفة علميا عن جميع المرضى أنه المريض ما يتقبل هذه الأخبار على طول، تأخذ عدة مراحل حتى يستوعب صدمة والغضب الإنكار ألين يتقبلها. بعد ما يتقبلها نفسية المريض، بغض النظر ترى حين منعالج أورام وغير أورام، نفسية المريض أنه هو مؤمن بما أصابه وعارف أنه هذا مقدر له وعارف أنه العلم بيسوي كل اللي يقدر عليه عشان يساعده. نفسيته في التعامل والتعاون حتى مع الأطباء واللي بيعالجوه حتساعد كثير. يعني دائما احنا نجد انه المريض اللي يتعاون معنا في خطة العلاج بنوصل معهم لنتائج افضل من المرضى اللي غير متقبلين او غير متعاونين متفاهمين لمرضهم. فدفع اكيد النفسية تلعب دور كبير تفرق في العلاج. حابة اسألك سؤال يا دكتور في نهاية حلقتنا، اللي بيسمعونا الآن يعني فئات مختلفة، بنات صغار لسه ما تزوجوا، بنات متزوجين، ستات يمكن تزوجوا وخلفوا، ستات إلخ، فئات عمرية مختلفة،
إيش أهم نصيحة ممكن تنصحهم فيها حضرتك في نهاية هذه الحلقة؟ أهم نصيحة لجميع السيدات بجميع الفئات العمرية أنه أنتبهي لعافيتك، حافظي على نمط حياة صحي وآمن، نبعد عن التدخين، نعمل رياضة، نحافظ على وزننا نكون مثالي، نلجأ لأخذ التطعيمات الضرورية اللي هي معروفة عندنا. نعم. دائما أنا أقول للمرضى، يعني المريضة تسألني هل أراجع كل فترة، ننصح المريض أن تراجع طبيب مرة في السنة فقط للاطمئنان أنه أنا ما عندي أشياء لازم أسويها أو أي تحاليل لازم أعملها. السيدات بعد الزواج يفضل أنها تراجع طبيبها بشكل سنوي لمناقشة موانع الحمل، لمناقشة الحمل، لمناقشة هل في أشياء نسويها كمسحات أو أي علاجات أو فحص للثدي أو فحص لأي حاجة. فدائما زيارة واحدة على الأقل لطبيبك سنويا، سواء كان طبيب النساء والولادة أو طبيب الأسرة، إن شاء الله تكون كافية أنه نتمتع بصحة كويسة. مو شرط يكون الواحد مريض عشان يروح للدكتور، بالعكس أحيانا زيارة الطبيب للكشف المبكر أو حتى لأخذ إجراءات وقائية عشان ما يجينا أي أمراض بإذن الله. بإذن الله تعالى دكتور نورت حلقتنا اليوم، يعطيك ألف عافية. الدكتور عماد صقر أيضا مستمعينا كان ضيفنا لي اليوم، استشاري طب النساء والتوليد والأورام النسائية من المركز الطبي الدولي في فقرة عافيتك. كل الشكر لك دكتور، نورت حلقتنا.